مفاهيم اقتصادية. الثقافة الاقتصادية، مصطلحات ومفاهيم. من المفاهيم الاقتصادية التدفق الدائري للإنتاج والدخل، ويعتمد مستوى الأداء الاقتصادي لبلد معين على تدفق الدخل والإنتاج بين القطاعات الرئيسة الأربعة. شنية القطاعات هذه؟ ثم القطاع الأول هو قطاع المستهلكين كما الأسر، والقطاع الثاني هو قطاع المنتجين كما المؤسسات، والقطاع الثالث هو القطاع الحكومي كما البنوك، والقطاع الرابع هو القطاع الخارجي كما الحكومة الدولية. وباش نبسطوا، نبدأ باقتصاد افتراضي من قطاعين، قطاع منتجين وقطاع مستهلكين، يتم التبادل بينهما عن طريق أسواق عوامل الإنتاج وأسواق السلع والخدمات، بافتراض عدم الادخار لأنها سوف تذهب إلى البنوك للادخار، والتمثيل عملية المبادلة في الاقتصاد القومي أو الوطني، كما يتضح من الدائرة المتكونة من أربع عناصر: سوق الموارد وقطاع المنتجين وسوق المنتجات وقطاع المستهلكين. فسوق الموارد يأثر في قطاع الإنتاج قطاع المنتجين، وقطاع المنتجين يأثر في قطاع المنتجات عن طريق سلع الخدمات، وسوق المنتجات يأثر في قطاع المستهلكين عن طريق السلع المتوفرة للاستهلاك، وتبقى الدائرة قائمة. فقطاع المستهلكين يأثر أيضا على سوق الموارد من خلال عوامل الإنتاج. مفاهيم اقتصادية. مفاهيم اقتصادية. الثقافة الاقتصادية، مصطلحات ومفاهيم.